Dear Khaled Mokhtari, Foreign Minister of Al-Akhli, a good friend and our host today, dear Ambassador Al-Hanawi, representative of the other foreign ministry and وزارة الخارجية وممثل الدولة المضيفة مصر والأعزاء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والأعزاء زملائي من السلك الدبلوماسي السيدات والسادة ونسيت أن أذكر الأعزاء الزملاء السفراء وأعضاء الفرق الذين يساهمون في هذه البطولة أشكركم جميعا للعام الثالث على التوالي يسعدني أن أرحب بكم في الدورة الثالثة لبطولة الأهلي الدبلوماسية. أولا دعوني أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري لدعوتي اليوم للتحدث في مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. وبينما أصبح هذا الحدث تقريبا سنويا في مجتمعنا الدبلوماسي أود أن أتوجه بالشكر لكل واحد منكم لإنجاح هذه البطولة دائما وأتوجه بالشكر خاصة لشريكنا الأهلي بطبع جهودهم المتميزة في استضافة هذه البطولة وذلك تحت إشراف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بيبو والذي اعتذر عن الحضور اليوم لمرضه وأتمنى له الشفاء والانضمام إلى الملاعب أثناء هذه البطولة وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد خالد مرتجي مرة أخرى وهو سفير النادي الأهلي وصديقي العزيز شكرا على جهودك الكبيرة في هذا الشأن جميع الرعاة الذين شاركوا في هذه البطولة خاصة الراعي الرئيسي CIB شكرا للسيدة هانية عبد العزيز لمساندتها الدائمة وإسهاماتها الدائمة وأود أيضا أن أذكر الرعاة الآخرون المشاركون في هذه البطولة مرسيدس بنز وأيضا الانتركونتيننتال ممثل حاضر معنا اليوم وأوبر وأعتقد أنهم يجوبون شوارع القاهرة الآن وكيا وفولكن ومجموعة الخليفة وسيمنز أمل أن لا أكون قد نسيت أحدا من الرعاة هؤلاء هم الرعاة الذين ساعدونا على إنجاح هذه البطولة وحتى لا أنسى المحرك والعقل الذي هو وراء هذه البطولة زميلي في السفارة السيد هشام مرزوق وهو يجلس بيننا الآن أشكره على جهوده الرائعة والمتميزة في تنسيق هذه البطولة ودائما إطلاعي على التطورات في مجال كرة القدم المصرية وهذا هام جدا في هذه الدورة من البطولة يشارك 21 فريقا من السفارات والهيئات الدبلوماسية ويسعدني ويشرفني أن أتحدث أمام عددا كبيرا من السفارات المشاركة اليوم وأشكر كل من أتى إلى هذا المؤتمر الصحفي والقرعة التي سوف نجريها وبعض السفراء في هذه القاعة أعتقد أنهم ينمون المشاركة كلاعبين في هذه البطولة لا أعلم كيف سوف يقومون بذلك بعد سنوات عديدة قضوها في المكاتب وذلك بالطبع شيء مثير للاهتمام بالنسبة لي ولذلك أنصحهم بالقيام بالكثير من الإحماء قبل البطولة والتمارين
نأمل أن تقوم هذه البطولة بجمع السيدات والسادة من مختلف الثقافات والدول، وآمل أيضا بينما نتنافس في ملاعب كرة القدم في الأسابيع القادمة، فإن المشاعر مثل اللعب العادل والصداقة والأخوة سوف تسود الملاعب. الدبلوماسية لا يجب أن تؤثر على نتائج هذه البطولة، وآمل أيضا أن أرى مهارات لكرة القدم ولعب متميز، وآمل أن يقوم فريقنا في هذه أداء أفضل من أداء فريق ألمانيا في كأس العالم العام الماضي. وختاما أتمنى لكم جميعا أفضل التمنيات، ولينجح وليفوز الفريق الأفضل. شكرا جزيلا.